وانت كمان تأذيت. ما فيك تضلي ساكتة؟ ريشي ليش تخانقت معه؟ لكان شو بدك؟ بدك يعني ضلني قاعد؟ بدك اسكت له لهالمجرم؟ اللي سويته قليل عليه، بيستاهل أكتر. وبعدين أنا ما بلشت، هو اللي بلش، أنا بس رديت عليه. إذا هو صاحب مشاكل وبده يتخانق ضروري تعمل مثله؟ هذا واحد مجرم، منيح أنه ما اتصل بشي حدا من رفقاته وجابه حتى يأوصل. ايه طولي بالك ولا تنظري علي. فيكي تاخدينا بحلمك؟ على فكرة فيني أعطيكي نفس هي المحاضرة مثل ما حكيتي معي، وانتي كمان قاتلتيهم وأكثر مني، بس شجاعتي هي اللي أنقذتنا وهي اللي طالعتنا من هي المشكلة. بس مو الكل طلع ريشي، انت قلت انه كاريشما وسونيا وكيران كانوا معك، طيب وين هنن هلأ؟ ما شفناهم. بيكونوا هربوا من هنيك ومتخبيين بشي مكان، رح نلاقيهم، بس هلأ في خطورة كبيرة يا لاكشمي. ريشي امتى رح تخلص هالقصة؟ وقلي امتى رح نرجع على البيت؟ امتى رح يمسكوا المجرمين؟ قريبا لاكشمي رح يمسكوهن ورح يلقطوا الكل. انتي لا تشغلي بالك، الشرطة وصلت وليكن واقفين برا هلا. صح هنن برا، بس شو فيهم يساووا ريشي؟ عدد المجرمين كبير هون ومحتجزين عدد كبير من الناس بالمحكمة، والشرطة رح يفكروا قبل ما ياخذوا أي خطوة. خلينا نفكر. نحن لازم نلاقي طريقة لحتى نقدر نخبر الشرطة عن وضعنا، يعني ما قلنا غير هالطريقة ليقدروا يساعدونا وينقذونا. ايه تماماً، ولحتى نساوي هالشي لازم نقدر نتواصل مع الشرطة. أنا رح أتصرف. لا مو أنت، نحن بدي يكون معك بكل خطوة. معقول أنت جنيتي؟ في جرح بإيدك؟ لا ما رح أخذك معي، رح حاول خبيكي بمكان آمن لحتى تكوني بخير. نحن بأمان لما نكون مع بعض ريشي. خلينا نروح ونلاقي حل، بلكي اجوا المجرمين لهذا المكان. يلا. لاكشمي انت عم تنسفي ورح يصفى دمك، خليني شد الربطة على ايدك. بس ما اكون شديت كثير. آسف. خلص خلص تمام. ماشي. نمشي. نمشي. ريشي. كل شي رح يتحسن، ما أنا قصدي المحجوزين هون رح يرجعوا لبيوتهم بالسلامة، ما كل شي رح يكون تمام لاكشمي، رح نرجع على البيت كلياتنا مع بعض، لأنه نحن الاثنين رح نحل هاي القصة. ايه سيدي؟ لا أنا بخير سيدي، رح نعمل أي شي لنطالع المحتجزين من المحكمة وبأسرع وقت. ايه سيدي اكيد سيدي، شكرا. الوزير عم يضل يتصل فيني، امتى رح نخلص من هالمشكلة؟ يلا استعجل لك شوي. ايه خبرني شو صار معك. مهنيش في عنده مطالب. شو مطالبه؟ طلب منا اطلاق سراح المجرمين، بده بابه وبقية المحتجزين عنا بالسجن. شو؟ هدول المفروض ينعدموا بكرة. عم يطالب بإطلاق سراحهم؟ ايه سيدي، وحتى انه عم يهدد. قال لي انه اذا ما استجبنا لمطالبه حيساوي لنا مشاكل كبيرة. سيدي هو محتجز عنده كامل عيلة السيد أوبيروي، واذا انصاب شي حدا من المحتجزين رح يساوي لنا مشاكل كبيرة بكل البلد. بعرف هالشي، وزير الداخلية اتصل فيني وخبرني بذات الشي. بدي منك شغلة، حاكي مهنيش وما طلب الحكي معه لنكسب شوية وقت. عم تفهم؟ ايه سيدي. اسمعني، حاول تماطل قد ما فيك. ماشي سيدي. ريشي أيوش خبرني إنه الشرطة دخلوا على المبنى. مزبوط، بس لهلأ ما شفتهم، إذا شفناهم بلكي منقدر نساوي شي. لا لا بعد عني. Ha ha ha!
تعرفون لشو؟ تعال. ولهلا ما في قلبي من جوا عم يغلي غلي. لهلا ما قدروا الشرطه يساووا شيء. رح قوم شوف شو اللي صار معهم. من ضمن لسه الوضع بالمحكمه على حاله من دون اي تصريح رسمي من الشرطه حتى اللحظه. ستي انت بهيك انت رح توقعي. لو سمحتي عادي. ليش عم بتساوي بحالك؟ رجلك عم توجعك شيء؟ لا لا ما صار لي شيء. ليش هيك عم تعملي ستي؟ اترك الشرطة يشوفوا شغلهم. هدول المجرمين طلبوا من الشرطة الإفراج عن رفقاتهم اللي بالسجن، وإذا ما نفذوا لهم مطالبهم رح يقتلوا كل المحتجزين. شو هالكلام اللي عم تقولي؟ مجرمين ممكن يقتلوا الأشخاص المحتجزين جوا. ما بعرف ليش هيك عم يصير مع أولادي. شو دخلهم؟ هنن مالن اي هزم لحتى يعلقوا هيك علقة. بس الشرطة لسه لهلا ما وافقوا على مطالبهم. ديفيكا بس ما يساولون شي. قليلي قليلي انه رح يطلعوا بالسلامة. اكيد رح يطلعوا. طيب اذا الشرطة ما نفذت مطالبهم ساعتها رح يقتلوا الكل. اكد وزير الداخلية انه لك رح يأذوا عيلتي، لك رح يأذوا ولادي. لا مستحيل. ستي روحي شو صار لك؟ تعي تعي بالسيارة. يلا ستي بترجاكي تعي على مهلك. بس بعض الشهود العيان اكدوا انه سمعوا اصوات اطلاق نار من جوا. قليلي إنهم رح يرجعوا. ستي حاولي لا تشغلي بالك. مو انتي تمنيتي إنه يطلعوا من جوا بالسلامة؟ متأكدة رح تتحقق أمنيتك. بس بترجاكي يا ستي خليكي شجاعة ولا تضعفي، لأنه